not mine? Come on! Kill me now! God knows I want you, but you don't get to destroy who I am. في خلال فيديو النهارده انا عايز اتكلم عن موضوع الاعمال الار ريتد، سواء الافلام منها او المسلسلات اللي هي هتكون موجوده جوه عالم الام سي يو، وعايز اوضح برضو ليه الاعمال دي هي تعتبر هتبقى كسبه كبيره جدا بالنسبه لنا. وقبل بدايه الفيديو انزل تحت اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات على الكل عشان توصلك كل فيديوهات جديده اول باول، وحط لايك على الفيديو وابقى اكتب لي احسن كومنت عندك، ويلا ندخل في الموضوع. في البدايه بالنسبه للناس اللي مش عارفه خالص يعني ايه ار ريتد، فار ريتد ببساطه هي اعمال للكبار فقط، لان بيبقى فيها مشاهد ضرب كتير وفيها مشاهد دمويه كتير ورعب كتير وحاجات تانيه برضو مختلفه على حسب الفيلم او المسلسل اللي انت قاعد بتتفرج عليه. وطبعا الناس اللي بتتفرج على الاعمال دي اللي هم من زائد 18 او زائد 21 سنه، وتعتبر الاعمال دي هي من اكتر الاعمال اللي كل الناس بتحبها. انا ذات نفسي كمان بحب الاعمال الار ريتد، بس دلوقتي عايزين نسال السؤال المهم واللي هو ليه شركه مارفل بطلت ان هي تعمل اعمال ار ريتد. بالنسبه للناس اللي هتيجي ترد عليها وتقول لي انت لسه قايل من شويه ان هي الاعمال دي بيتفرج عليها فوق 18 او 21 سنه، فاكيد ان هي مش هتجيب فلوس كتير عشان اغلبيه الناس هم المتوسطين العمر، متوسطين العمر ان هم زائد 13 زائد 15 في الاعمار دي. هقول لك كلامك لحد ما صح بس مش قوي، لان في افلام كتير جدا ار ريتد هي عامله ارباح كتير جدا مضاعفه باي فيلم تاني، فالحوار ملوش اي علاقه بالموضوع بتاع العمر والاعمال دي هتجيب فلوس كتير ولا قليله، او ممكن يكون ليه علاقه بس مش قوي. لكن بالنسبه للسبب الرئيسي اللي خلى شركة مارفل ما تعملش اعمال ار ريتد هو ان شركة مارفل الفترة اللي فاتت كانت لسه قاعدة بتتبني، وغير كده تم امتلاكها من شركة تانية. هتقول لي ازاي ان شركة مارفل كانت قاعدة بتتبني؟ هقولك الاعمال كلها اللي فاتت اللي هو من فيلم ايرون مان لحد فيلم اند جيم، في الفترة دي كان حوالي 15 سنة او 20 سنة شركة مارفل كانت لسه مش معروفة قوي، كانوا لسه قاعدين بيبنوا نفسهم والفريق بتاع الافنجرز وكل الكلام ده كله. وطبعا عشان يقدروا ان هم يبنوا اسم كويس لازم يجيبوا كل الفئات من الناس، والفئة الاكثر شيوعا دلوقتي هي الفئة بتاعت زائد 13 او اللي هم من اقل من 18 سنة. دول سهل ان هم يفرجوهم على الاعمال بتاعتهم ويبرمجوهم ويخلوهم ان هم مارفل فانز ويخلوهم برضو يستنوا كل الاعمال بتاعتهم. والسبب الثاني اللي خلى ان شركة مارفل ما تعملش الاعمال الار ريتد واللي هي شركة ديزني، واللي هي الشركة اللي امتلكت الشركة بتاعت مارفل من قريب جدا من حوالي 4 أو 5 سنين. ولو هتسأل ايه العلاقة فهفهمك، شركة ديزني هي تعتبر شركة مستهدفة الأطفال، وطبعا أنت بتشوف الكلام ده لما هما بيعملوا أعمال كتير جدا للأطفال على عكس الأعمال اللي هي العائلية أو للكبار والصغار، ويمكن أنتوا لاحظتوا الكلام ده في خلال الأعمال اللي هما عملوها واللي هي كانت مركزة على المواضيع بتاع الأجندات والشواذ وكل الكلام ده، فهم بيستهدفوا الفئة دي عشان يقدروا إن هما يبرمجوهم زي ما هما عايزين. وفي خلال يوم ما شركة ديزني اشترت الشركة بتاعت مارفل وخلتها إن هي تابعة ليها، وشركة مارفل بعد كده بقت بتنزل الأعمال بتاعتها على المنصة بتاعت ديزني بلس. وبالرغم إن هو كيفن فاجي صرح قبل كده إن هو كان هيعمل أعمال أر، ولكن طبعا اللي كان قاعد بيمنعه هي الشركه بتاعه ديزني، لان شركه ديزني هي شركه مركزه على الاطفال زي ما انا لسه قايل من شويه، وانتوا كنتوا بادئين على انكم تستهدفوا الفئه الاكثر شيوعا واللي هي بتاعه الاطفال، ما عملتوش اي عمل ار ريتد في خلال الاعمال اللي فاتت. كنتوا ناويين ايوه ان انتوا تعملوا اعمال قدام، ولكن شركه ديزني هي امتلكت الشركه بتاعه مارفل، فدلوقتي قدام الامر الواقع المفروض ان انتوا تسمعوا الكلام بتاع شركه ديزني، وبناء عليه شركه مارفل ودعت الموضوع بتاع الار ريتد، وبقت كل الاعمال اللي احنا قاعدين بنشوفها هي شويه اعمال للاطفال. ولحد هنا انا مهدتك للسؤال اللي احنا عايزين نجاوب عليه، هل في اعمال ار ريتد هتنزل قدام ولا لا؟ صراحه مش قوي، لان لو هتبص على عالم الام سي يو مفيش غير حوالي 3 اعمال اتاكدوا ان هم ار ريتد. عندك المسلسل بتاع مارفل زومبيز اتاكد ان هو هيكون ار ريتد، وهيكون تكمله للحلقه بتاعت الزومبيز اللي احنا شفناها في مسلسل وات اف، وهيكون مبني على الكوميكس بتاعت مارفل زومبيز. ولكن انا بالنسبه لي شايف ان هو ده مسلسل انيميشن، فمش حوار كبير ان هم ممكن يخلوه بي جي 13، او ممكن يشيلوا الموضوع بتاع الار ريتد ويعرضوه عادي، فبالنسبه لي انا مش معتمد ان هو ده هيكون ار ريتد قوي. وعندنا تاني عمل اتاكد انه هيكون ار ريتد وده بشكل رسمي، واللي هو فيلم ديدبول 3، وده عشان الافلام القديمه ديدبول 1 وديدبول 2 وفيلم لوجن، التلات افلام دول اللي هو يكون مبني عليهم فيلم ديدبول 3، الثلاثه هم من افلام ار ريتد، فهيكون الفيلم الرابع واللي هو فيلم ديدبول 3 هيكون هو تابع ليهم وهيكون هو كمان ار ريتد. اما بالنسبه للعمل الثالث اللي هيكون ار ريتد جوه عالم الام سي يو واللي هو الفيلم بتاع بليد، اتذكر كتير ان هو الفيلم ده هيكون ار ريتد، ولكن لحد النهارده الكلام ده غير مؤكد، وما تقدرش برضو تعتمد على الكلام بتاع المخرجين او الناس اللي شغالين على الفيلم ده تحديدا، لان الفيلم ده كل يومين حرفيا قاعد بتغير. اخر خبر انا قلته من كام يوم قلت ساعتها ان الممثل نفسه مارشال علي اتدخل من قريب جدا في ان هو يكتب السكريبت بتاع الفيلم، وطبعا لو انت تابع الاخبار القديمه اللي كنت قاعد بنزلها فهتعرف ان الكلام ده اتقال اكتر من مره، كان حرفيا تقريبا كل يومين بتعرف انه في واحد كتب السكريبت وبعد كده في واحد تاني جه كتبه بداله، وكل شويه كنا قاعدين
بنسمع السكريبت اتلغى وفي واحد عمل سكريبت جديد، والحوار ده الصراحة خلانا ان احنا نزهق من الفيلم من قبل ما ينزل. فكل ده في النهاية يخليك ان انت مش متأكد الفيلم ده هينزل ازاي اصلا، هل هيكون ار ريتد ولا هيكون فيلم عادي، لحد دلوقتي احنا مش عارفين. في مشكلة او معضلة بالنسبة لي برضو شايفها في خلال فيلم السيكريت وورز، وليه مشكلة الاعمال الار ريتد اللي هي القديمة. ودلوقتي خليك معايا واحدة واحدة عشان تبقى فاهم الكلام اللي انا عايز اقوله. بالنسبة لمسلسل دير ديفل الموسم الاول والموسم الثاني والموسم الثالث، ومسلسل جيسيكا جونز، ومسلسل بتاع لوك كيج وايرون فيست والديفندرز، وكمان برضو ذا بانشر الموسم الاول والموسم الثاني، وكل العالم بتاع نتفليكس اللي هو برضو بيخص شركة مارفل، كل الاعمال دي ملهاش اي علاقة بعالم الام سي يو، وكل الشخصيات دي هيتعمل لها ريبوت جوه عالم الام سي يو، والكلام ده انا قلته اكتر من مرة وفعلا هو اتأكد. فدلوقتي دير ديفل بتاع عالم الام سي يو ملوش اي علاقه بدير ديفل بتاع عالم نتفليكس، وبرده ذا بانشر بتاع عالم الام سي يو ملوش اي علاقه بذا بانشر بتاع عالم نتفليكس. فمن ناحيه العالم بتاع دير ديفل بتاع نتفليكس فالموضوع كله محلول، ولكن المشكله دلوقتي كلها بالنسبه للعوالم الثانيه، واللي هي بنسبه كبيره ممكن تظهر في خلال فيلم افنجرز سيكريت وورز، والعوالم القديمه اللي انا قصدي بيها الفيلم بتاع بليد بالاجزاء القديمه بتاعته كلها، وكذلك برده الفيلم بتاع ذا بانشر والنسخه الخاصه بتاعه المخرج من فيلم دير ديفل، وضيف برده الجزء الاول من جوست رايدر والجزء من جوست رايدر. الشخصيات دي في حاله ان احنا نشوفها في خلال فيلم افنجرز سيكريت وورز، الحوار فعلا هيكون فيه كميه مشاكل وعك كبير جدا، لان الشخصيات دي هتكون ار ريتد وتظهر في خلال فيلم بي جي 13. فبالنسبه للناس اللي هي داخله الفيلم عشان هتكون هي حابه الشخصيات دي ان هي تشوفها تاني، فهم هيشوفوهم ايوه، ولكن مش هيشوفوهم بالدمويه بتاعه الافلام بتاعتهم، وده اللي ممكن يسبب مشاكل قدام في خلال فيلم سيكريت وورز. المشكله الثانيه برضو اللي انا شايفها من وجهه نظري ان هي ممكن تحصل قدام بنسبه كبيره، واللي هي المشكله بتاعه الشخصيات بتاعه ذا بانشر، واللي هو دلوقتي بتاع عالم الام سي يو. دلوقتي المفروض انه ذا بانشر الممثل نفسه جون بيرنسال صرح انه مكنش عايز ينضم للعالم بتاع الام سي يو عشان هما بيوقعوا الهبه بتاعت الشخصيات، وساعتها هو قال مثاله اللي هي الشخصيه بتاعت فينوم. ذكر ساعتها ان الشخصيه بتاعت فينوم جوه الكوميكس هي شخصيه ليها هبه ومعروفه ومحبوبه وكل الكلام ده، ولكن في خلال الافلام شخصيه فينوم هي شخصيه طفوليه. فلما الممثل نفسه يطلع يقول الكلام ده بالنسبه للناس كلها، وفعلا هو ياكد الكلام ده بنفسه ان هو مش هينضم الا في حاله ان هو هيكون في عمل مليان دم، وفي الاخر هو ينضم لعالم الام سي يو، فده معناه انه في شيء غلط قاعد بيحصل، او ممكن يكون شيء كبير هو ممكن يحصل قدام. الله اعلم، الواحد لحد دلوقتي هو مش عارف ايه اللي قاعد بيحصل، وممكن فعلا يتفاجئ في اي لحظه. وانا بالنسبه لي متوقع ان هم ممكن يخلوا المسلسل بتاع دير ديفل بورن اجين ان هو مسلسل بي جي 13، ولكن بعد كده هيتقلب كله ار ريتد، ويقولوا ساعتها ان هم عايزين يرضوا الفانز، او ممكن ينزلوا شويه حلقات تكون بي جي 13 وشويه حلقات تانيه تكون ار ريتد، والحلقات الار ريتد تكون هي مليانه دمويه. فالحوار دلوقتي لحد النهارده مش واضح، ازاي في ممثلين عايزين يلعبوا الادوار بتاعتهم ار ريتد وهو ده الشرط بتاعهم عشان ينضموا لعالم الام سي يو، وشركه مارفل هي بالفعل ضمتهم، وازاي برضه هم هيعملوا الاعمال الثانيه الار ريتد اللي هتبقى موجوده قدام في عالم الام سي يو. فالموضوع لحد دلوقتي هو غير واضح. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو، وانزل برضه تاكد ان انت مشترك في القناه ومفعل زر الاشعارات على الكل عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول، وعرفني تحت رايك في التعليقات او اكتب احسن تعليق عندك. واشوفكم الفيديو الجاي، وبيس اوت.